نبدأ ناخد تليفونات ونفهم اللي بيحصل ونعرف اللي بيحصل، ونبدأ بمعالي المستشار جمال عويس رئيس نادي الواسطة. يا فندم مشرف ومنور. الله يخليك كابتن كريم، ربنا يكرمك. ايه الوضع؟ ايه اللي حصل النهارده؟ رأيك فيما حدث اليوم؟ لماذا تطالب الأندية بإلغاء دوري المحترفين؟ لماذا تطالب الأندية بإلغاء دوري المحترفين؟ الرد بسيط جدا، لأنه مخالف للائحة النظام الأساسي. لائحة فندم هي اللي محددة شكل وهيكل المسابقات، بأن هم أربع مستويات عندنا. الاتحاد كرة القدم أو مجلس الإدارة استحدث نظام جديد اسمه القسم الثاني ألف، وقسم القسم الثاني لقسمين، فأصبح عندنا خمس مستويات دلوقتي. ده تعديل للائحة. تعديل للائحة ده من اختصاص الجمعية العمومية وليس من اختصاص مجلس الإدارة أو لجنة المسابقات. طيب اللي انا عايز افهمه دلوقتي يا فندم، الكلام اللي بيتقال دايما انه الانديه وافقت على مشروع دوري الدرجه الثانيه الف او دوري المحترفين بمسماه الاعلامي قبل بدايه الموسم، هل ده صحيح؟ هل الانديه كانت موافقه؟ كلام خاطئ مليون في الميه، وعلى يدي انا كنت حاضر اكثر من لقاء، ومنهم لقاء في مكتب رئيس الاتحاد، والانديه كلها رفضت. وهم كانوا مدبرين الموضوع ده، وتحديدا رئيس الاتحاد. ليه بقى؟ ان سعادتك الموضوع ده لما نوقش على الجروب فيما بيننا، انا شخصيا طلبت ان اللقاء يكون في جمعيه عموميه وديه في مجلس في الاتحاد. وافق على كده الدكتور ايهاب الكومي، ووافق بكل اعضاء الجمعيه العموميه، الا ان الاستاذ جمال علام قال لا، احنا هنزور الانديه في اماكنها. طبعا الكلام ده ظاهره خير، لكن باطنه مش كويس. يعني هو في الظاهر ان هو عاوز يروح للانديه ويزورها في اماكنها، والكلام ده كله على عكس ما كان يحدث قبل كده من مجالس الاداره السابقه. لكن انا قلت له احنا عاوزين نقعد في مجلس اداره الاتحاد عشان كلنا نسمع اراء بعض، ونطلع بقرار تلتزم به، بقرار الاغلبيه اللي هتقوله تلتزم به باقي الانديه. هو سعادتك عمل لقاء في اسكندريه، ولقاء في المنصوره، ولقاء عندنا في بني سويف في الاسيوطي، وكل الانديه تقريبا بنسبه 90% رفضت هذا النظام. فوجئنا بقى بعد كده، لكن الانديه وافقت. وافقت ازاي؟ اذا كنا احنا رفضنا، وانت لو جمعتنا مع بعض كان كلنا قدام بعض. بل بالعكس، انا حضرت له جلسه في مجلس اداره الاتحاد، كان جاي 10 انديه من القسم الثاني، وانا كنت في مصلحه بقضيه في الاتحاد. هو اللي طلب مني ان انا اقعد، لان في 10 انديه جايين يعرضوا رأيهم في القسم الجديد اللي هو مجموعة المحترفين، اللي كان بيسموها مجموعة المحترفين، ورافضين. أنا كنت ساعتها قسم ثالث، إحنا صعدنا ممتاز بيه دلوقتي، كان رافض إن القسم الثالث يصعد منه حد المحترفين، فقال لي اقعد عشان ترد عليهم. أما قعدت فوجئت الناس كلها معترضة وكلها رافضة، وأنا شخصيا رفضت النظام، قلت له أنا بقترح إنه يطبق على مراحل، مش يطبق السنة دي فورا كده. طيب حضرتك يا سيادة المستشار فهمتني دلوقتي إنه الاعتراض بسبب إنه القرار مخالف للائحة. طيب ده الشكل الإداري والقانوني اللي حضراتكم استندتوا عليه، لكن الواقع يا فندم ما هو في أسباب تانية. أيوه، ما هو أنا بعد إذنك عايز أوصل بقى للأسباب التانية، الأسباب الفنية للدوري المحترفين أنتم مش مقتنعين بيه. اللي هقول ليه سعادتك، أولا الدوري ده على مستوى الجمهورية، ويخالف برضه المادة 21 اللي بتقول دوري القسم الواحد على مستوى الجمهورية دوري واحد فقط، وهو الدوري الممتاز، انما باقي الدوريات ليها اقسام مختلفه. تمام. سعادتك ده عشان تعمل دوري باللازم يبقى فيه استعداد مسبق من حيث الملاعب، من حيث طبعا هيبقى فيه فار زي الممتاز دلوقتي. هيبقى فيه اهم حاجه ده في التسويق، الناحيه الماديه للانديه. لان التسويق حتى تاريخه، حتى اللحظه اللي بتكلم سعادتك فيها، لم يتم تسويق النادي. ليه؟ النادي فيه 17 شركه، مفيش ولا جهه رايه راضيه تاخده. 17 شركه هتعمل اعلانات لمين وهتسوق لمين؟ مفيش حد هيتفرج على الدوري ده. 17 تقصد مفيش انديه جماهيريه خالص. ثلاث انديه فقط بس يا فندم من 20. فمفيش تسويق. حتى هو الاستاذ جمال علام لغايه امبارح بيقول ادونا فرصه الاسبوع ده، ان ما سوقناش بمبلغ كويس هنلغي دوري المحترفين. لا ده تصريح، ثواني يا فندم بعد اذنك، ده تصريح مهم. الاستاذ جمال علام قال لو مفيش تسويق للمسابقه خلال اسبوع هيلغوا دوري المحترفين. بالظبط كده يا فندم. تمام. الكلام ده قاله لحضرتك امبارح؟ ده قالوا للزملاء كلهم، واتقال النهارده برضه، قال ادينا اسبوع، وكل الزملاء اللي راحوا قعدوا معاه في الاجتماع قال لهم هذا الكلام. يعني في استعداد
مبدئي من اتحاد الكره ان هو يلغي دوري المحترفين لو ما حصلش تسويق. يعني يا فندم ما فيش اي مبالغ ماليه تدفع الانديه، ما فيش اي تسويق تم. ناهيك بقى عن ما هنقولش الملاعب وهنقول فارو كام، لا الفلوس ما فيش اي فلوس هتيجي الانديه من خلال شركه راعي، ما فيش. هو بيحاول دلوقتي مع المتحده على ما بلغنا، بيحاول معاه ان هي تاخد الشركه، بيقال كده ان هي بس زاعة المباريات هتكلف الشركه حوالي 1,000,000 جنيه، احد الزملاء قال لي هذا عشان اكون صادق يعني. فمبلغ سيبقى صعب جدا ان هو يسوقه، لو في انديه جماهيريه كان هيتم التسويق فعلا، وكان هيدر ارباح كويسه جدا تساعد الانديه. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده يا فندم؟ يعني دلوقتي حضراتكم خدتوا الاجراءات وخدتوا القرار انه احنا كجمعيه عموميه رافضه تطبيق دوري المحترفين، ماذا لو اتحاد الكوره اصر على موقفه؟ احنا بعد الجلسه ما انتهت احنا والزملاء اللي معايا تممنا المحضر واكملناه وسلمنا اتحاد الكوره صوره نسخه كامله من اوراق الجمعيه العموميه، وان شاء الله غدا في صوره رايحه للوزاره ولوزاره الرياضه وصوره للجنه الاولمبيه وصوره للاتحاد الدولي. لو ما احترمش قرار الجمعيه العموميه فيه تصعيد، والتصعيد طبعا هيظهر مع الزملاء. اول حاجه هنعملها ان نقدم شكوى للاتحاد الدولي، ونقدم شكوى بالمخالفات اللي هو ارتكبها في هذا النظام اللي هو القسم الثاني الف ده، مخالفته للائحه. واعتقد الاتحاد الدولي لا يقبل على اطلاق مخالفه لائحه النظام، لان اللائحه معتمده من عنده هو يعني. فبالتاكيد هيبقى في عقوبات على الاتحاد نفسه. النقطه الثانيه، لدينا احنا ارجعنا موضوع سحب الثقه، لان احنا قلنا خلاص ما دام مكننا من ان احنا نعمل جمعيه عموميه وخدنا قرارنا، وهو بيدي مهله لنفسه اسبوع ان في خلاله هيلغي القرار، هنصبر الاسبوع. اذا اصروا على القرار بدون ما يجد رعايه كامله وتسويق كويس يفيد الانديه، لا هنصعد. طيب هنصعد. سؤال بسيط جدا سياده المستشار، لو اتحاد الكره خلال الاسبوع دوت قال لك احنا وجدنا تسويق جيد لهذه المسابقه، هتوافقوا على قرار دوري المحترفين؟ انا شخصيا هرفضه. هترفضه برضه؟ نعم، لانه خالف اللائحه. بس مش هيلاقي التسويق الجيد يا فندم، لان قبل ما يبدا الدوري وهو بيعرض التسويق هيلاقي في اسبوع بيننا اكثر من سنه او سنه دلوقتي بالظبط هو بيسوق فيه، هيجي يلاقي في الاسبوع ده. سياده المستشار جمال عويس رئيس نادي الوسط، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وهذا التوضيح.